الثقه زاده يظهر لي سي اسكندر يشاطرك لهنا الراي انها تتبنى على حاجات اخرى، مثلا انه وزيره الماليه ولا وزاره الماليه ولا الحكومه ما مثلا ما صاحبتش اعلانها على مشروع ميزانيه الدوله بوثيقه شرح الاسباب. ايضا فما حاجات قلت انت في بعض التصريحات انه تراجعت عليها وهي كانت وعدت بها الدوله نتاعنا في 2014 بايجاز النقاط هذوما اللي هي مبنيه على ثقه بين تونس وبين المتعاملين الاقتصاديين وبين دول اخرى. مساله مهمه يظهر لي حتى في مساله الجبايه اتفقدت. المساله الاساسيه هي احنا ان في تونس كانت عندنا مشكله نتاع حوكمه وشفافيه فيما يتعلق بالتمويلات الاجنبيه، يعني هناك الدوله تنفرد بصياغه البرامج، لا تنفتح على المجتمع المدني وعلى الفاعلين الاقتصاديين في صياغة البرامج. وكل مرة ديما نقولوا أنه الإصلاحات هذه باش تكون إصلاحات مؤلمة. إيش معناها؟ معناها أنه أنت وحدك تختار معناها يعني برامج وتسعى إلى تمويل، معناها إلى رفع التمويلات وتحمل الشعب والفاعلين الاقتصاديين باش يمولوا التمويلات على طريق من الموارد الميزانية وما إلى ذلك ويتحملوا التبعات الاجتماعية والاقتصادية، وبعد معناها ان الخيارات وحدك تتراجع عليها كما صار قبل. والمساله المخطره هو انه اليوم صندوق النقد الدولي يدفع الى سياسه تقشف. لكن احنا المساله اللي نشوفوها بالنسبه لتونس خاصه انه ثم مساله نتاع حوكم، ماهيش مساله نتاع يعني تقشف. نجيو مثلا انت اذا كان ما ثماش مقاربه تشاركيه، كيفاش تحب انه الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ينخرطوا معاك في التوجهات، وكيفاش اذا كان ما ثماش مقاربه تشاركيه ولو هي قالت وزيره الماليه انه تم تشريك وعرض المشروع في صيغته الاولانيه على المجلس الوطني للجبايه؟ للاسف هي ماهيش مقاربه تشاركيه، هي مقاربه تشاوريه. يعني اليوم انت اذا كان تحبني انا نشارك معاك لازم تعطيني المشروع نتاعك مثلا، او تشاركني في صياغه المشروع وتعطيني زاد باش نفسر لك الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه ولا كموقفي اثاري معناها، لكن هذا ما تمش. يعني هو ليس اطار امثل وليس اطار شفاف. واليوم زاد كذلك هو ثم مساله نتاع عدم تلاقي، اذا كان انت كوزاره الماليه تشرف على المجلس الوطني للجبايه وهو مكلف بتقييم السياسه الجبائيه. كاين تضارب مصالح.